كشفت الامطار الاخيره التي شهدتها المملكه عن عيوب ونواقص في البنيه التحتيه في محافظه عجلون ومدى الحاجه الى اصلاحها وترميمها ايضا الى التفاصيل. ترك المنخفض الجوي الاخير اثاره على محافظه عجلون ومن ابرزها اعاقه الحركه المرورية جراء ارتفاع منسوب المياه بشكل لافت في مختلف شوارع المدينه. وعدم مقدرتها على استيعاب كميات الامطار المتساقطه تطلب تدخل المواطنين بالادوات والمعدات المنزليه البسيطه لفتح المجاري ومعالجه المشكله في بعض احياء المدينه. المناهل بحاجه الى متابعه مستمره من قبل بلديه عجنون الكبرى بالاضافه انها بحاجه الى عمل توسعه واستحداث جريلات جديده لتصريف المياه في مدينه عجلون غزاره الامطار غير المسبوقه في هذا الموسم المطري ادت ايضا الى تكوين مستنقعات مائيه في الطرق الرئيسيه والتي تحتوي على العديد من الحفر والمطبات واحنا المواطنين انا واحد من الناس توني انا فتحت العباره وطلعت التراب والحجار منها مع اي تساقط غزير للامطار في محافظه عجلون تتلاشى معالم العديد من الطرق أو تتحول إلى مجار للمياه التي لطالما داهمت المنازل والمحال التجارية وعطلت الكثير من المركبات وعرقلت حركة المرور إثر تردي أحوال البنية التحتية وغياب الحلول الهندسية الناجعة